هذه الأجيال ونسافر بالشعر إلى اليمن إلى الأستاذ الجميل شايف الزوقري نستمع إلى قصيدة فنرحب به بالتصفيق. أنا أعتذر سوف أضع التايمر للأخوة على المنصة بخمس دقائق. مساء الخير. قصيدتي بعنوان نداء الصامدين. أضحى نداء الصامدين ندائي فتفجري همما على الأعداء وتدرعي بالصبر فهو شعارنا فالصبر مفتاح لكل رجاء وتوحدي فالحب خير موحد بين الشعوب إذا دنت لعطائي وتعلمي سر الحياة فإنها باحت به لمعاون الشرفاء يا أيها اليمن الحبيب تحية ترقى وترقى في ذرى العلياء يا شامخ الهامات يا مهد الأولى يا قلعة ترنو إلى الجوزاء ستظل مصباحا وفجرا مشرقا لتضيء في نبض القلوب مسائي وتظل نبراسا يشع عزيمة يحمي الحياة بحنكة ودهاء أضحى نداء الصامدين ندائي ولسوف أحمي وحدتي بدمائي يا أيها الشعب الأصيل على الأذى سر لا تني بكرامة وإباء إن الذي صنع العمالة واستقى كأس الرذيلة ما له ببقاء لا يرتجي للشعب غير مذلة ومراتع تأوي إلى الظلماء فامضي إلى العليا كما عودتنا تجد العمالة موطن الجبناء ذاق العدو كما أراد مذلة فهو الذليل بساحة الضعفاء فهو الذليل بساحة الضعفاء خزيا بأن يغدو على هاماتنا أو يدعي نصرا على الشرفاء وإليك يا وطني تجيش مشاعري تنساب مثل الريح في الصحراء لم ينهضوا تأبى النهوض كرامة ديست وكف لطخت بدماء مهد العروبة فيك كل رجاء كرمت بدربك أعين الشهداء والسلام عليكم.